خلونا نبتدي النهاردة عنوان اللايف بتاعتنا. احنا كنا هنتكلم عن الغربة والكلام ده، لكن طبعا جات لنا أسئلة كتيرة في موضوع حاضر. عندك توجيه؟ عندك توجيه؟ طيب تمام، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعدلك على خير وتطلعي من الأوائل. أنا إن شاء الله بإذن الله هرد على الأسئلة بتاعتكم النهاردة، اللي على الابس هنا واللي على الابس هنا، وانا هفضل بقى ابص هنا وابص هنا كده لحد ما ربنا يسهل. انا بس عندنا شويه اسئله متاخره، لكن انا حابه اتكلم في موضوع قبل ما ناخد الاسئله بتاعتكم ونجاوب عليها. خلوني بس اقعد كده وايه، ايوه، واعمل بقى رجلي كده والهسه الجميله بتاعتكم دي. خلينا ربنا يستر والحاجه ما تقعش. ايوه تمام. خليني اسالكم سؤال وهديكم بالظبط 30 ثانية، يعني هفضل ساكتة 30 ثانية كده لحد ما تفكروا. حلو، 30 ثانية تفكروا. هسأل سؤال وعايزة الناس اللي عندي على اللايف يجاوبوا عليه. سؤال اللايف هو، انتوا لما بتتخانقوا مع بعض كأزواج بتعملوا ايه؟ لما بتتخانق مع زوجتك ولما بتتخانق مع زوجك، تعالى عشان نقول الصورة الجميلة بتاعت الايه؟ بتاعت، خلينا هنا كده علشان الأسئلة اللي هنا ما تروحش اللي عايزين يجاوب عليها. ها، لو انت بتتخانق مع زوجتك وانت بتتخانقي مع زوجك، لا ده انا عايز اسمع، الله. بتعملوا ايه؟ الناس اللي من الكويت السلام عليكم، بنحبكم في الله، حابه كل الناس اللي على الانستا كلها. انا مش متجوزه. طيب والله حتى لو انت مش متجوزه، يا رب رضا الله ورد، قولي ها ممكن لو حصلت خناقه تتصرفوا ازاي. انا هقرا على فكره الكومنتس بتاعتكم، ماشي؟ لو تفتحي لي حتى الكتاب بتاع محمد على اليوتيوب الجديد مفتوح من هنا. اوكي تمام. عيالي بقى وبيتكسفوا ويطلعوا صوتهم في الميديا وبتاع كده. مش متجوزين يا لولو، ان شاء الله ربنا يرزقكم بالزوج الصالح. ربنا يكرمكم. ايه رايك في الغربه للبنات؟ يعني عايزه تتغرب وتسافر، يعني معاش محرم؟ طب بتروح وهتروح على مكان امن؟ يعني مثلا في دكاتره بيروحوا على مجمع اللي هم الاطباء او الطبيبات، وبيقعدوا في المجمع السكني ده اللي هو آمن، صحبة آمنة وآمنة والكلام ده، هو ده اللي تقصدوه؟ وضحوا لي السؤال كامل. بتحب شخص مين؟ سلام أمينة ولا إيه؟ أنا بحب شخص، بتحب، المهم يجي البيت. والمهم الحب ما يتبناش عليه عمل حرام، يعني بحب يجي. إيه ده، كل اللي عليك مش متجوزين ولا إيه؟ والله طب ما نتكلم، ده أنا انت بتعزفي عن الجواز اصلا يا عائشه؟ عائشه عندك على اليوتيوب تقول لك انا بعزف عن الجواز. والله ربنا يتجوز. قال لها طب ما خلاص. طب خليني اقول لكم الجزئيه دي والنقطه ديت، وبعد كده نتكلم بقى. طالما اللي على اللايف كله مش متجوز، كله شاب، نعم. عايزه اشوف، تعالي وريني بسرعه. لا، اللايف على هاله سمير بالعربي انجليزي، اللي هي الصفحه اليوتيوب الجديده، صفحه اليوتيوب دي اللي انا ببث منها، تتابعوها عشان هي اللي بيطلع منها الحاجات بتاعه اللايف. طيب خليني اقول لكم المعلومه دي، وهو مش داري. إيه هو، انت بتحب شخص يا هيمنه؟ هيسمك ايه، هيمنه ولا اسمك ايه؟ حنان ولا ايه؟ مش شايفه طبعا عشان نظر خالتك هلا بعيد. وهو مش داري بتكرش عليه يعني. ايه، هاتي هاتي وريني اللي مش فاهم بتقول ايه، مش عارف. طب قولي الصوت، انا مش عارف اعمل، قولي بس الصوت عشان بسرعه عشان الوقت. لما بتخانق مع زوجي بسكت وهو بيضربني. ده رد من الردود يعني. طب تمام، وبقولي لي زي ما قمنا كده بتقول، بتخانق مع زوجي بسكت وهو بيضرب؟ لا ده ما يتعاشرش، ده احنا قلنا الضرب ده لا. واي زوجه بتتفق مع يعني او بتتوافق مشاعريا على موضوع الضرب، انا مش بأي كده والله. بيتم تحذيره في اول مره وقعده رجاله وجلسه رجاله، وانت المفروض قبل الجواز اصلا بتكوني قايله مفيش، واحنا ايه هنا، احنا بنتجوز جايين نضرب يعني ولا ايه؟ لا طبعا. فانت المفروض ان انت بتقولي في البدايه ان الموضوع ده لا، ولا قله احترام ولا شتايم ولا مسخ ولا الكلام ده. وبعد كده لو حصل لا قدر الله بعد الزواج بيتعمل له قعده رجاله من الطرفين، من الطرفين. هكلم العزاب، طالما اللي على اللايف كله عزاب هتكلم، بس خليني اقول لكم على الجزئيه دي. في سؤال تاني، في رد تاني؟ تمام. يعني واحده بس متجوزه بتقول لك انا بسكت وبنضرب؟ لا،
لا تسكتي ولا تنضربي، امنعي الاذى، قفلي على نفسك، اتصلي باهلك يجوا تعملوا قعده رجاله. الامر ده لو اتكرر الاول بيتغرم، انا عايزه اقول لكم في الجاليات اللي مش مصريه بيغرموهم ذهب بقى وفلوس وحاجات هيصه. لا لا بنقول لك كده ولا بتاع، يتعمل ويتقرا فاتحه على الكلام ان ما فيش مد ايد لو حصل بعد كده. لا تمام، بدل ما تيجي بقى متكسره ولا مطعونه ولا مضروبه ولا مش عارفه رميها من لا 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 ما فيش. الجواز استقرار وراحه، موضوع الضرب ده انا ما بوافقش عليه نهائي. خليني اقول لكم على موضوع لما بتخانق مع زوجتك، انا عايزه اقول لما بتحصل مشكله طريقه الصلح المشكله، مش هنقول اسباب المشاكل دلوقتي، لكن انا عايزه جزئيه في طريقه الصلح. انا هعلق على على سؤال من الاسئله اللي جالي ومشكله طويله عريضه، انا هقول لكم المختصر بتاعها. ان بعد ما اتخانقت مع زوجها وهو اتخانق معاها وحصلت مشاكل ايا كان مين اللي غلطان من الطرفين، فبتقول لي المره دي هو غلطان، غلطان وبهدلها و إيه انا تماضر الشافعي من طنطا، اهلا وسهلا تماضر، فاكره الاسم ده مش غريب عليا، الاسم ده مش غريب عليا، انا من طنطا، اصلي من طنطا يعني، سلمونا على كل الناس اللي من طنطا. المهم الزوجه دي بعد ما حصلت الامور بتقولي لا انا ما يعني ما تعاتبناش، ما قعدناش، ما عملناش بينا وبينه يعني مشاكل، او حصل بيني وما بينه مشاكل. ولو تفتحي لي بس من التاب، لان التاب اكبر شويه واعرف اشوف فيه، معلش بس عشان بس نظر خالتكم هلا خلاص. فطبعا اللي حصل ان عادي بتقولي بنسيب الامور، ركزوا معايا يا بنات ويا متزوجات في اللي انا بقوله ده. بتقول انا بيحصل الخناقه وخلاص اتخانقنا وهو اللي غلطان وعارف ان هو غلطان المره دي، بنسكت فتره لحد ما كل واحد يهدى وبعدين نرجع مع بعض، يا اما بعلاقه يا اما خلاص الدنيا هديت وخلاص على كده، وبتعدي الموضوع وبيعدي المشكله وانتهينا. خطوره الموضوع ده ايه؟ لا ده خطوره الموضوع ده رهيبه. خطوره الموضوع دوت ان ما بيتمش حل، ان المشكله بتفضل زي ما هي، انها ممكن تتكرر، النفسيه سلبيه على المراه من الامر ده، لانها بتفضل فاكره، ما شاء الله بتفضل فاكره، ومش بتفضل فاكره بس الاساءه، وبتترحل معاها على مدار سنين، وتيجي على قشايه بقى ريشه كده تقوم جايه ناهيه وضربه الكرسي في الكلوب والموضوع انتهى، مع ان كان ممكن علاجه. فعدم، اسمعوا يا بنات ويا زوجات، فعدم علاج المشكله في الوقت الحاضر في ساعتها، مش ساعتها واحنا مغضبانين ونفسيتنا، لا لما نهدى نقعد زي البني ادمين ونقعد نحل المشكله زي البني ادمين بالراحه كده، انت يا ابن الحلال عملت كذا وكذا، وانت يا بنت الحلال عملت كذا وكذا، وانا الامر ده الصح كذا والغلط كذا، طب ايه، طب كلام ربنا في الموضوع ده ايه، ها طب كلام النبي عليه الصلاه والسلام في الموضوع ده ايه، دي مهم جدا. طيب نحله ازاي، طب ايه النظرات الحاليه، طب ايه الموضوع يتحل ازاي، طب ممكن نفتت الحاجه الكبيره المهام الصغيره اقدر اعملها، هي ده المطلوب، ده المطلوب. تمام ممكن بس يحطوه لي هنا، شكرا. لا هاتي 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 هاتي، وانا بحب اقرا الاسئله. يا بنت حركتي لي شكرا، خلينا نحط لكم الكتاب هنا، انا هبقى ان شاء الله اقرا تعليقاتكم كده. فطبعا الموضوع ده مش صح. وبعدين بصوا بقى، بصوا المشكله بتتحط وتتقفل عليها، وبعدين تتقفل عليها وتردم عليها وتردم عليها، بدل ما كانت نقطه قد كده بقت قد كده. غلط غلط، اوعى ترحل حل المشكله ومفيش حل، او اوعى تسيب الامر يقول لك في حاجات نتغافل عنها، لكن لو اتكررت لازم يبقى في وقفه. طيب ما في امور توافق صح، بس لازم يبقى في وقفه. بصوا بصوا يا زوجات، الجزئيه ديت علشانك انت قبل ما تكون علشان هو، علشانك انت، انتوا عارفين ليه؟ ها؟ عارفين ليه؟ علشانك انت، علشان الامر بتيجي في نفسيتك تقول لك مش قادره، طب يا بنتي في عيال ما هيتبهدل، مش قادره خلاص ممكن اموت فيها، وتمشي وتعمل، وبعد ما تهدى وكده كده الامور. لكن هي ليه؟ لانها سابت صغائر صغائر صغائر. النقطه دي مهمه. يبقى لما يبقى في مشكله ما ردمش عليها، ما ردمش على اشوف الحل ايه، ولما نهدى نتكلم فيها بعقلانيه واحترام، اشوف الحل ايه واشوف اتكلم فيها بعقلانيه واحترام. رقم اتنين، لو هي حاجه بسيطه وممكن نعديها بس نلمح من بعيد لبعيد، اوكي. في كمان بعض المشاكل اللي ما ينفعش تترحل، لازم الحل في وقتها، ولو جه الحل بعد كده ما بقاش لها اي قيمه، طعمها راح، طعم المعاتبه والمصالحه والمرضيه راح. فانا لازم اوزن الامور بميزانها الحقيقي، لكن بالوضع اللي احنا فيه ده مش صح، الوضع اللي احنا فيه مش صح. الموضوع عن ايه؟ احنا دلوقتي كنا هنتكلموا عن الازواج، لكن طلع كل اللي عندنا كل اللي عندنا دلوقتي على اللايف بنات،
عايزيننا نتكلم عن ايه؟ خليني اخد من الاسئله بتاعتكم اللي موجوده على الانستا وعلى اليوتيوب اهوت، وبعدين نقول ايه. ها اكاديميه البناء المنهجي. اه طبعا طبعا طبعا. مين اللي بيسالني؟ صابرينا طبعا، على طول خش على طول، بتاعت احمد السيد جميله جدا طبعا وحاجاتها زي الفل. عندي اتكلمي عن الطفل الوسطاني. اه حبيبتي الطفل الوسطاني ده مظلوم مظلوم، يعني لا هو بيتعامل زي الكبار ولا هو بيتعامل زي الصغيرين، يعني هو مطحون ما بين الاثنين، او بيعاملوه يجي الكبار يتهزقوا في شيء او يتعاتبوا على شيء، هات الوسطاني معاهم. طب الصغيرين بوظوا حاجه، هات الوسطاني معاهم. ودايما بيبقى وحداني وحاسس ان هو عنده نوع من الاحتياج العاطفي اكبر من اخواته، يراعى دايما الطفل الوسطاني. يعني انا عندي الطفل الوسطاني لازم يراعى باضعاف مضاعفه عن الكبير وعن الصغير. الكبير اخذ مرحلته كل لوحده، والصغير هو دلعه العيله، والوسطاني ده حبيبي او حبيبتي لازم يراعى عاطفيا، يشبع عاطفيا من الكلام ده. وانتبهوا للموضوع ده. حاضر. الزوجه الصالحه. مين اللي بيقول؟ يونس. والله يا ابني صفات الزوجه الصالحه احنا يعني اولا يعني اذا نظر اليها سرت، وان امرها اطعت، وان غاب عنه حفظت، في نفسي ومالي وبيتي. بس واحده طيبه سمع وطاعه، لها مرجعيه لله سبحانه وتعالى، لما تقولها ربنا وتعمل مواظبه على فروضها، هاديه نفسها، لك نفسها هادي كده، نفسها هادي، مش الشعنونه اللي على صوتها اللي عماله تعمل وعامله مش عارفه ايه، ولا هي طيبه ولا عارفه حاجه بس عماله تشعشع وخلاص. لا، إذا نظر إليها صارت نفسها شكلها حلو، إيه نظيفة مهندمة، طبعا مش شكل الجمال، ياما قياس الجمال اللي حاطينها لنا تعجز دلوقتي وتعقد الواحد في حياته، اللي بتبرق واللي بتعمل إيه مش كده، يعني في قبول مبدئي للشكل، نظيفة في نفسها وفي حالها، مهندمة، ريحتها حلوة، الحاجات اللي هي الأساسية، بتعرف بقى تعمل حاجات والحبشتكات والحاجات الجميلة بتاعت البنات دي. اه يعني نظيفة في نفسها وفي بيتها وفي حواليها، تحبي تقعدي جنبيها، شم حاجات حلوة طبعا، يعني بعد كده في الزواج يعني. واحنا قلتك عندك روتين الشعر، عندك روتين اماكن العرق اللي تحت الابطين، كل الكلام ده قلناه واتكلمنا فيه، رجع لي الكلام ده. وان امرها اطاعت. واحدة ما بتنهدش معاها، ماشي يا يونس يا اللي بتسال السؤال، واحدة ما انت مش بتناهد معاها، واحدة انت واخد بتاخد وتدي معاها وفي حوار، بس في الاخر هي مدياك القياده، يعني مدياك القياده واثقه في امرك الا اذا انت بتحب تاخد رايها، تمام خد رايها، لكن لا وعناد ومش عارفه ايه وهو كده، واذا كان عاجبك وده كان زمان والحاجات دي لا. وان غاب عنها حافظات، امينه وطاهره وشريفه وعفيفه وعندها مصداقيه الزوج ومصداقيه ده شيء من الاساسيات، لازم نبقى فاهمين الكلام ده. اوكي تمام، خلينا نشوف حاجة تانية. الارقام بتاعتي انتوا بتبعتوا على رقم الصفحة تاني، خلينا نقول التواصل معايا ملوش الا سكة واحدة بس، والصفحة بتاعتي، الصفحة دلوقتي داخلة معرفش كام، 5 مليون باين ولا 6 مليون بتاعتي للفيس، والصفحة الشخصية عليها العلامة الزرقاء. الصفحة العامة اللي عليها 5 مليون بتبعتوا رسالة، بتجيلكوا رسالة تلقائي من الصفحة، عليه رقم واتس، ده لرقم الحجز الخاص. لما بتتواصلي مع رقم الواتس الحجز الخاص بيقول لك التفاصيل للاستشاره الخاصه، اما الاستشارات العاديه اديني بجاوب عندنا هو مش عايزه اقول مش عايزه اقول كام سؤال هنا، مش عايزه اقول كام الف هنا، وعندنا هو الحاجات اللي باخدها من عليكم من على اللايفات، وعندنا بنعمل اكتر من لايف وبنجاوب عليها في حلقات والكلام ده، الحاجات المجاني كلها، او بنعمل زوم لبعض الجاليات وبنجاوب ونخدم الكلام ده، وان شاء الله باذن الله في لسكان اسطنبول باذن الله خدمه قريبه مجانيه ان شاء الله، يبقى معاهم ساعتين من كل اسبوع لاستشاراتكم المجانيه حسبة الله وصدقه علمي يعني. بس فبتبعتوا على الصفحه اللايك اللي هي عليها 5 مليون بتطلع لكم ارقام، ادي الرقم المجاني، ادي رقم البرنامج، اداء ده المجاني، اللي عايز خاص ومتابعه خاصه بتبعتوا على الرقم اللي هو مكتوب اللي هي الاستشاره الخاصه، ان يعني دي بتبقى متابعه وشغل، انت لو جيت لي عندي في العياده ولا المركز كده كده هتمشي السكرتاريه اللي موجوده دول، فده ده شغل، ده شغل، ده اكل عيشي، ده اللي انا علمي اللي قعدت اتصرف عليه سنين عمري، فده شغلي يعني، سيبكم الاعلام والقصص ده ما بياكلوش عيش يعني، فطبعا ده شغلي، فانت بتتواصل مع الاستشاره الخاصه وهم بيقولوا لك طرق الدفع ازاي، الامور ازاي، طريقه التواصل ازاي، دي اللي هي المواصله للامر، تمام كده؟ للي كانوا بيسالوا مين تاني؟
عايزين قصص عن الزواج. حاجة ايه؟ ايش عشقة الصمت. حاجة عادية مش يا خالته. انا مش عارفة انت بتقولي ايه. واحدة متعلقة طيب بشخص. ده ايه ده اللي عامل الموبايل ده؟ الله. طب تعالي شوفيه وارجعي هاتيه تاني. الدنيا خربانة النهاردة على اللايف. تمام المستعان. ده عايزة اقولك كل ده جه. طيب خلينا ناخد من الاسئلة بسرعة، بس افتحي لي بس الاسئلة اللي هنا. خلينا ناخد من الاسئلة بتاعتنا. دكتورة هالة السلام عليكم. انا في كرب شديد، ارجو مساعدتي. انا شاب عمري 33 سنة، عندي فوبيا الزواج وكمان السوشيال فوبيا. حياتي متدمرة. سمعت حضرتك في حلقات سابقة. الشاب الاعتمادي اللا اعتمادي واللي عنده مشكلة نفسية ده متجوز، عاوز حضرتك تساعديني اعمل ايه؟ لا مش كده. لا يا عم ده احنا نجوزك والله. يا سلام بس كده. اولا بص، فوبيا الزواج من ايه؟ ما هو انت مش عايز تتجوز. ده ليه؟ ها انت مش عايز تتجوز ليه؟ خلوني بس عشان ناخد الاسئلة اللي هنا. انت مش عايز تتزوج ليه؟ في اسباب. هل مثلا في صورة ذهنية، مثلا عائلة شفتها، اب وام وعم وخال وجد والناس والجيران، صورة سلبية للزواج؟ هل انت مثلا كده؟ هل نقطة ان لا انا شفت حالات وحالات وحشة وكل اللي قدامي صور سلبية عن الزواج فانا كاره وعازف عن الزواج؟ لازم اعرف السبب والاجابة بتاعته عشان تطلع بره القصة دي. مش كل الناس وحشة، مش كل الناس وحشة، مش كل الناس جت يعني عندها مشاكل. بالعكس، الناس بتنشر سلبيات الموضوع، لكن لما بيبقوا حلوين وامامير مع بعض ما بينشروش. وانا بقول لكم لا، في حالات ناجحه جدا وفي حالات حب بعد 10 سنين و15 سنه، وده انجاز. وبشوف في الحالات ديت لزوج وزوجه اللهم بارك معاملتهم ذات نفسيه. امتى يفقدوا الامر؟ لما الزوجه تفقد بسبب ان مثلا لا تروى بالحب بالمشاعر، او مثلا زوجه نكديه، او منكده على جوزها وعلى عيشتها، دايما باصه لعيشه الناس، دايما ما اعرفش عامله ايه. فامر طبيعي ان يحصل نوع من انواع الخناقات وبتاع، وتطلع بقى الفوبيات اللي قتل واللي ضرب واللي عمل واللي رمى مراته واللي رمت جوزها واللي خانت كل القصص دي. لكن دي مش انت، الحالات دي مش انت، مش انت بتاعت الجواز، مش هي دي الحالات اللي بصوا، كل حالة تقاس بحالتها. واللي عنده مشكلة واللي عنده حالة واللي عنده كذا هو يعرف يدير ويعرف ويتعلم. عشان كده احنا بنقول المحاضرات دي. ويا بنات من فضلكم يا اللي بتسمعوني، اللي عنده حالة، اللي عنده مرجع، اللي عنده حد مؤتمن ثقة هيتكلم معاك ويقول لك الحقيقة وما يخدعكش، يقول لك الحقيقة فعلا وما يخدعكش. والله الزواج كذا، الزواج كذا، في واحد اتنين تلاتة، في ده الصح، ادي صفات الراجل، ادي صفات الزواج الناجح اللي زوجة عليها من حقوق واجبات الراجل عليه. التعامل ما بيننا زي ما قلنا لا بحقوق ولا بواجبات، التعامل ومش بالعدل. العلاقة بتبقى بالفضل وبالمعروف وبالإحسان. أعلى قيم الإنسانية والأخلاق موجودة في الزواج، معروف، إحسان، فضل. فما تبصش للصور السلبيه، ومالكش دعوه بالميديا. الجيل ده مظلوم والله. جيل الشباب اللي طالع الايام ده 20 سنه واقل واكبر ده مظلوم. ما شافش خير، ما شافش خير العلاقات الصحيحه. كل اللي قدامه فوبيا، بلاش فوبيا، كل اللي قدامهم سوادات من العلاقات السلبيه، مشاكل مشاكل. انا بيجي لي وبقول لكم على الواتش اللي مش عارفه حكم محكمه ايه، مش عارفه اللي حصل ايه، مصيبه حصلت في ايه، ايه ده، في ايه، في ايه. احنا كثرت بس الامور السلبيه وفي المجتمع والسيئات وعدم وجود النموذج الناجح الايجابي هو اللي بيعمل كده. طب ان انت بتقول انا خلاص مش قادر اكون قد المسؤوليه، ليه؟ انت راجل وعندك 33 سنه، قعدت 33 سنه على الحياه دي بتشتغل، بتعرف تجيب قرش وتاكل نفسك، بتعرف تفتح بيت. راجل، الراجل تعرف تشيل مسؤولية وتبقى حنون على الزوجة اللي هتاخدها، مش بس كده، حنون عليها، تكفيها وتقويها ونوع من أنواع الدعم الجميل النفسي والعقلي والوجداني، مفرحها، مخرجها، راضيها.
ايه يعني ايه يعني هيبقى في مشاكل ليه لو انت بتعمل كده؟ انت بتحصل مشكله لما الاثنين يتربسوا دماغهم، هو يتنرفز وهي يعمل على حاجه هو شايفها صح وهي نفس الكلام، انت ازاي تعمل كده وتحس بالآلة فخلاص الدنيا باظت. غلط. الحياه بين الزوجين المفروض ما بتبقاش كده، الحياه بين الزوجين المفروض انها تبقى نوع من انواع الايه، الترابط، الحب، المعامله الطيبه، الحوار ده انيس الحوار. فلازم نبقى فاهمين القصه دي. ناخد حاجه من على الانستا، ها بحبك وبشكرك شكرا احبكم الله. ازاي يكون عندي حبيبه بتقول ازاي انتوا في ايه اصبروا عليا ازاي يكون عندي ثقه في نفسي؟ طيب الثقه بالنفس بتيجي من ايه؟ بتيجي من الثقه بالله سبحانه وتعالى. صدقوني سيبكم من الموضوع، انا واثقه في نفسي وانا عندي ما فيش حاجه اسمها بالنفس. النبي عليه الصلاه والسلام قال وان تكلني الى نفسي تكلني الى نقص وعوز وعوض، ما ينفعش. طب ايه الاصل؟ الاصل ان انا واثقه. ازاي يبقى في عندي الثقه في موعود؟ ان الله حكيم وعدل، هو القادر، هو الملك، هو مؤمنه الكلام ده، تمام. استمد ثقتي بالله، يعني في حبل بينك وما بين الله، يعني في صله بينك وما بين الله. ايه هي الصله؟ الصلاه على وقتها، ما ضيعش فجر، القران، القران يا اهل القران، الذكر، الطاعه، لسان الطيب، بصدق، ما اناش كذاب، ما اناش خاين، ما اناش سراء، ما اناش خداع، تمام كده. يجيني كده يبقى انا عندي صله مع الله سبحانه وتعالى. ابتدي بقى اخد باسباب الدنيا، لان انا ماموره بكده، اخد باسباب الدنيا. ايه هي اسباب الدنيا؟ اسباب الدنيا المهارات، اتعامل مع الناس، بتعلم وانا بتعامل مع الناس، ماشي، بتعلم. انا مش عارفه اللي هو في قلق في بتاع، ما حدش بينبه. نعم الايه؟ انا مش سامعه. الميزان؟ معرفش ايه الميزان صراحه. انت مش بتتكلمي يا بنتي وانا زلزال. زلزال ايه بس يا شباب؟ شباب بتقول لي زلزال، معلش ده انا اللي بحرك انا اللي بحرك الستيك، فعشان كده في زلزال فوق. لا في والله زلزال حصل بجد في تركيا حالا دلوقتي. كام بقى قوته؟ 7؟ 4، عشان كده ما حسيتش وانا عماله اقول ده انا اللي بحرك الستريك بتاعت طب ربنا يا رب ينجينا وينجي كل يعني زلزال وجليد وعاصفه وهيثم. طيب خلينا ناخد سؤال تاني من الاسئله. اللايف النهارده رايح عجيب جدا، فيعني ايه ركزوا معايا. اللهم سلم يا رب، جزاكم الله خيرا. تمام تمادر، انت عماله تبعتي ايه؟ تمادر الشافعي من طنطا، انا عايز رقم حضرتك. ما انا جاوبتك يا تمادر، خلاص خش على الصفحه اللايك اللي عليها 5 مليون. اي صفحه تانية مش تبعي خالص، مش تبعي مش تبعي. دكتورتنا الغاليه جزاك الله خيرا. تمام، حد كاتب اسمه 19 معرفش اقواس. انا نيفان الفانز بتاعنا اللي بتيجي على طول على برنامج في رحابيه، اهلا وسهلا يا نيفان، انا بفرح جدا بتتصل بينا كل حلقه وانا بفرح ان انت بتتابعينا كل حلقه. خلينا ناخد حاجه من كده. ممكن استشيرك في شغله؟ استشيريني في شغله. انا بنت مخطوبه من سنه لواحد ملتحي، وهلا اكتشفت انه ملتحي بس بالمظهر، لاني دخلت على حسابه لقيته بيحب يشوف بنات عاريات وشغلات حرام، ودايما بحسه بيكذب عليا. والله انصدمت، كلامه قدام الناس شيء وبالخفيه هو شيء تاني، هيك حاله شو لازم اعمل؟ افسخ الخطوبه؟ ايوه هتفسخ الخطوبه الا اذا اولا ملتحي وبصلي وملتزم، ايش جاب الشكل دينه وخلقه، يعني الاثنين مع بعض، مش الشكل، مش 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 الالتزام الخارجي المظهر، الشكل والدقن والزبيبه والخمار والنقاب، لا المعاملات عامله ايه؟ ها المعاملات عامله ايه؟ هو ده المهم. النقطه رقم 2، افسخ الخطوبه لو هو بيشوف بناته وافلامه وحاجات كده، ومستمر عليها ولحد دلوقتي، الا اذا تاب او كان قبل كده. الغلطات اللي بتقع فيها البنات في موضوع العريس بالذات، انهم يجوا يسالوا حد، هنا طبعا مش بتسال، هنا هي شافت، لكن انا بقول عامه بتيجي تسال حد، فالحد يقول لها وجهه نظر من اللي فات. وجهه نظر من اللي فات دي ما مصيبه. ليه؟ لان هو بيحكم عليه بحقبه زمنيه ماضيه مش باللي موجود دلوقتي، وده مش صح، مش صح.
الصح دلوقتي ان انا اشوفه هو في يمكن تاب واناب، يمكن لما خطب بطل الكلام ده. طيب اعمل ايه؟ وجهي قول له والله انا شفت كذا 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 كذا، ايه الوضع ده؟ وانت بتكذب وبتخدع. الكذاب ما يتاخدش النبي عليه الصلاه والسلام، الكذاب المؤمن لا يكذب ابدا. لا طبعا، الصفات اللي ارفضها في العريس ويجي عريس وارفضها. الله، معرفش بيتعمل ازاي. تمام، ما انا مش عارفه. شفاء، شفاء طبعا اللي معايا النهارده مش يومنا، فيعني الدنيا عظيمه. شو عايزه اقول لكم؟ لازم نراعي نفسيه البنات. لازم نراعي نفسيه البنات احنا بنتكلم. الا انت يا قطه والله يا توته. طيب خلينا، لازم كده، لازم كده عشان احنا في البيت هنا تحت الميكروسكوب. طيب خليني، كنا بنتكلم عن الاخطاء. كلمي وقولي له والله يا ابن الحلال انا في الوضع الحالي عملت كذا كذا كذا. ومين اللي عامل المنبهات دي كلها؟ طب ما تقفلي القصه دي. شكرا، يا ريت نحرك بقى زلزال تاني وبتاع. اللهم امين. معلش خلونا مع بعض النهارده نظبط الدنيا كده. طيب في موضوع الخطوبه اساليه وقعدي معاه. والله لقيتيه ان هو لا، ده كان الاول، لا انا وضعي لا كذا، خلاص. النبي عليه السلام قال الحاجات الثلاثه اللي بتترفض في العريس: بخيل، لا، دراب ولسانه طويل وغبت، لا، كذاب. ليه؟ قال المؤمن لا يكذب ابدا. ده مش هتبقى هتفضي عارفه الكذاب ده بتبقى عايشه قصه كده خياليه، كذب كذب كذب، وبينسوا بقى، بينسوا اللي هم كذبوا فيه، فطبعا الحياه بيبقى مش حلوه خالص. فما انصحكيش بكده. السلام عليكم يا دكتوره هاله، انا طالبه جامعيه عندي 26 سنه عزباء، نشات في عائله كلها مشاكل، اصبحت ابحث عن استقرار وابتعاد عن مشاكل. في وسط جامعي يوجد زملاء لي ينظر لي نظرة إعجاب، لكن لا يتقدم أحد لخطبتي. أصبحت أشمئز من نفسي وأشعر أن لا أصلح لأكمل مع أحدهم حياتي. يا بنتي، طب أنت عندك مشاكل وكذا، والحمد لله ربنا من عليك ورحتي جامعة، ما فيش حد بتقدمي، أنت بتبص لده بإعجاب وده بإعجاب والكلام ده، والأمر جواك ما بتعمليش حاجة حرام، ماشي شكرا. وبعدين تعالي هنا، ما فيش حد بيبص لك ولا بيجي ولا بيتقدم. طلبة، ده قدامه باع، باع في الدنيا. لا مش هم ده، مش ده السن على فكره، ولا يبقى صاحبي، لا صاحبي معايا في مدرسه ولا صاحبي معايا في جامعه، الا اذا كان واد جدع وشغال في صيف وبتاع وبيعرف يجيب قرش وعنده شقته، هيجي ويجهز ويقول لك هي 6 شهور والدنيا تتلم وكده تمام. بس جه عمل ايه؟ خبط على بيت. خلوا بالكم، مش بقى الحب واحنا بقى عشان نعرف بعض شويه وبتاع ولا ازاي ولازم يبقى بين، لا، هو شاف وتابعك وعرفك وعرف حالات كتيرة جدا. بص دغري شافها في الجامعة وبتاع وتابعها واختبرها مرة واتنين وبتاع، بقولك لا خلاص لحد الترم تالتة ده، انا في النص الاولاني من الترم الاولاني في تالتة خلاص انا قلت هي دي. هتكلم حاضر عن موضوع الدراسة في تركيا، حاضر. فطبعا القصة في الاول وفي الاخر ان هو قرر فدخل بيت خبط مش هلس وبتاع، فافقد ثقه بنفسي علشان خاطر مفيش حد اتقدم. هما لسه حبيبتي ده، لسه بيبيهات صغيرين عساسيل كده، ما لسه لا حياه ولا بتاع، عايشين سن الجامعه وبتاع في الجامعه، ولسه اصلا لا دخل لا راح ولا اشتغل ولا خاط حياه الا اذا قرر ونزل واشتغل زي الفل. واعرف شباب والله تانية جامعة وراح وخطب وقال لك، وهو اللي جه وكلم معاهم قال له انا وضعي 1 2 3 وقدامي بالظبط، هي هكون في تالتة، انا هكون خلصت، انا اعمل كذا، ولك عندي لا 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 يعني تجاوزات معاها والكلام ده، وابقى على عن طريقك وفي بيتك والكلام ده، وانا بشتغل وبجيب واعمل، ممكن اعمل شبكة في صيف. واد زي الفل، وافق على الكلام ده، اجيب ابويا وامي، واد هو اللي دخل، راجل كذا وبيعرف يجي بيشتغل ويعرف ياكل نفسه ويعرف يفتح بيت. لكن على اي اساس انت تفقدها في ثقه في نفسك عشان لسه؟ طب هو لسه قدامه، لانه عارف. هو عارف انه قدامه لسه الدنيا بقى طويل. لا ما تعوليش نفسك على كده، على الاقل قلنا السن المناسب لموضوع الفرق السن ما بين الولد والبنت، على الاقل على الاقل يعني مثلا 6 سنين 7 سنين وانت طالع، حلو حلو، 6 سنين 7 سنين اخرها 9 سنين، حلو، بيبقى فرق سن بينك وما بينه. لكن هو ده لا. اشوف حضرتك جايه تركيا امتى؟ مين نهله؟
نهى السيد بتقول او نهى السيد، انا في تركيا وجاي اشوف حضرتك اختي، مش عارفه بخرب الدنيا. طيب اللي يجي تركيا يبعت يقول انا هنا يا جماعه. ما انا مش عارفه، لو انت قريتي الكومنتس قوليه. والله عادي، يومنا كانت بتقول يعني ما فيش مشاكل. هتقولك الدراسه في تركيا. طيب موضوع اسمها ايه؟ يارا. يارا بتسأل الدراسه في تركيا. معلش انا هبقى اجيب نظاره بقى، انا هجيب يعني هو ده الحل، معايا نظاره بس مش عارف هي فين النظاره شويه. تمام. خليني اقول موضوع الدراسه في تركيا. موضوع الدراسه في تركيا ان شاء الله انتظروا مني فيديو قريب جدا، هكلمكم بامانه وناس ثقه مؤتمنين انا تعاملت معاهم وناس اعرفهم معرفه شخصيه، و اللهم بارك، هم ماسكين ملف موضوع الدراسه ده، المنح، التقديمات على الكليات الحكوميه، على الجامعات الخاصه، على طريقه الامور وتروح ازاي، وتاشيره الطلبه والكلام ده. ان شاء الله انتظروا منه فيديو قريب عن الموضوع ده. في ايه تاني على الانستا؟ انا جارتك في مرسين. مرسين ده مش جارتك، قال ده بقى في اسطنبول. اسطنبول اوروبيه. طيب انت في انقره، والله يعملوا لنا دعوه لانقره واحنا نجي لكم. يلا شوفوا جمعيه في انقره تجيبنا واحنا نجي لكم على خير. مين تاني؟ انا رحت كونيا. لا رحت كان مخيم للطلبه في كونيا، كان الكلام ده قبل كوفيد. دلوقتي رايحين في تونس دعوه، وفي الاردن دعوه، بس لسه هنشوف القصه دي ترتيبها، وانا اكيد هعلن على الصفحه يعني. طيب مريض. نعم. تمام. قلت لو حد متعلق بشخص وكان قبل كده بيكلمه بس بعد عنه عشان ما يغضبش ربنا، وهي عايزه تكلمه تاني في نفس الوقت، بس في نفس الوقت مش عايزه تغضب ربنا. اسمها ايه على تعمل ايه؟ بسنت على الانستا ولا على اليوتيوب؟ طيب بص يا بسنت، متعلقه بشخص، تمام، متعلقه بشخص وكلمتيه قبل كده وبعدين بعدتي وبعدين ما انتش قادره فعايزه ترجع، ما ترجعيش ترجعيش يا بسنت ارجوكي، عشان خاطر اسمعي من ماما هاله، اسمعي من امك، انا زي والدتك، ما ترجعيش. ليه؟ انا بتعلق بحد. احنا قلوب برضو، والحريم ايه؟ بص قلوب، الحريم قلوب. وخلي بالك السؤال ده مهم جدا. وبنتأثر، وممكن تتعلقي بشخص تعجبي، تمام، كلامه وطريقته مش عارفه ايه الحاجات دي، اتعلقتي بيه وغلطتي وكلمتي، دي غلطه. قبل ما نتعلق، امتى التعلق والاعجاب ما يطلعنيش بره اطار ان يتاخد على ميزان سيئاتي، الملك يكتب لي سيئات؟ امتى؟ لما ما تبعوش بعمل. موجي اصدق اعمل قلب على الكومنتس بتاعه او على الصوره مثلا على الانستا، غلط. ده اسمها خطوات. فالاصل ان انا ما اتبعش الخطوات. السؤال ده مهم وركزوا معايا يا بنات فيه. طيب وقعت في الغلط وكلمته، اتعلقتي، خلاص طلعت حبال من قلبك، مسكت في حبال قلبه، هو صادق ولا لا؟ والله بيحلف، ده انا مصدقاه. مش عايزه اقول من هنا من هنا الدنيا الثانيه. لا طب صادق بجد، واعرف شاب والله بيكلمني صادق بجد، ماشي، بس قال ما تخونش الله عز وجل فيه. يعني ايه اصلا كلامك معاه خيانه لله سبحانه وتعالى فيه، حتى لو هي الشخص. فالاصل ايه؟ انتظر عشان لما تخلص كون حالك روح اتقدم. طيب عايزه ارجع له تاني، هي عرفت ان ده غلط وخلاص قطعت الدنيا وعايزه ترجع، ما ترجعيش، هو ليك. المراه محل طلب، انت اللي جالك يا قطه، انت يا بيضه يا عسوله يا جميله يا سمراء يا قمحويه يا زي الفل، انت اللي جالك. المراه محل طلب، يجي ويخش البيت. صادق هيخش، صادق هيجي يخش ويخبط ويكلم الاب ويعمل ده الصح، خلاف كده فنكوش صدقوني. مش عشان ممكن ما تعمليش حاجه غلط، تمام، وانا واثقه فيكي مش هتعملي حاجه غلط، ولا هو يعمل كذا ومجرد بس ان في حاجه في قلبك كرش عليه بقى، ما دام قلبك مكسور برضه وهتفضلي تتعلقي بيه اكتر وكده. انا مش عايزه كسره قلب، بتوجع. لا مش هتتحقق. طب ما تتحقق، والله ان كان خير ياتي به الله. الزواج الحاجه الوحيده اسمها ايه؟ رزق. الزواج رزق يؤتى بطاعه الله. حصلت فيه معصيه بيحصل حاجتين، التعلق والاعجاب. لو حصل فيه معصيه، تتبع الجوارح بشات او بكلام او بكلمه او بعمله او بكذا، طول ما هو في قلبي وبدعي ربنا يا رب لو خير كذا وكذا، بعد الامر من قلبي يا رب وعلق قلبي بيك وحدك يا رب وبالخير كله، تتبعه عمل جوارح، بيحصل حاجتين، كسرة قلب ويقبل الله هتكرمه.
ده انا كنت بحبه، تقول لك مش مصدقه ورد، انا كنت بحبه ده الكره ليه؟ اصلها كانت معصيه فده شؤمها. ليه مش حلال؟ طب الحلال ربنا يبارك فيه ويبارك في الحب ويبارك في المشاعر، تلاقي حاجه قليله وقلبك راضي وسعيده، وخمس الهرمونات بتوع السعاده، الدوبامين والاندروفين وكله مفروض خلينا سعيده. الحلال عشان كده الحرام عمره ما بيشبع. ويسالني وانا بكلم فلانه او رجعت اكلم فلانه، يبقى انا كده لا يا ابني انت مش لاقي السعاده هنا، حرام. طب انا بكلم علانه وبكلم علانه وبعمل كذا، اه ما هو عشان حرام انت السعيد. والله اللي انا بقوله لكم ده صدق يا بنات، لو انت ولو انت يا دي الشاب بتكلم في الحرام مش هتشبع، تلاقيك اتنين وتلاته. مش عشان انت وحش وعيل اي كلام وتبقى صورتك، لا، علشان انت مش لاقي السعاده. السعاده بتيجي من الحلال. حتى اللي بيبقى متجوزين يكلم واحده واتنين وشايب كده ومش مبسوط ولسه بيدور وتقول ده انا ده انا راجل وحش. انت مش عشان راجل وحش بس، لا انا مش عشان كده، عشان انت مش لاقي اللذه بتاعت السعاده بتاعت الامر بالحلال. للي يجي ويخبط ده يبقى عايزك بجد، ويكلم الاب ويكلم، خايف من ابوك يكلم امك، اخوك، خالك، ها حد يبقى في قلب البيت. خليني اسال دكتوره، عايزه اتنقب واهلي رافضين، ليه بس تو بيقدم النقاب، تو بيقدم النقاب الجميل الحلو العسوله والكلام ده، ومشى ولابسه واسع وفضفاض، وما يشوفش بقى الرموش طالعه والكحله نازله، لا يا توتا يا توتا، ماشي يبقى قد النقاب. صلاتك، ما هو النقاب ده صلاتك، واللي بقى شوف نقابه ما بتصليش، صلاتك، قرانك، حالك، سمتك، قولي لهم شوف انا عايزاني اعمل لك ايه، وشوف لو لقيتيني كويسه البسه بالراحه معاه. ادعي لي بالعريس يا اختي، اتجوز كل البنات اللهم امين، بالازواج الصالحين، ويجوز كل الشباب بالزوجات الصالحين اللهم امين. بعزف عن الزواج، عاشقه الصمت كده بعث ربنا. لا ما تعزفيش عن الزواج، حلو. انا بقول لك اهو، خالته هاله بتقول لك اهو، انا الزواج حلو يا بنتي، ولما تلاقي أليف للروح، ياه أنيس، حد تتكلمي معاه، حد لما تكوني متضايقة هو أول حد تتصلي بيه، أنت فين يا عم الحاج عايز أحكي لك كذا كذا. لما تبقي محتاجة كلمة طيبة. كنت لسه بنحل المشكلة، بنتي يعني مش عارفة، خليني أقول لكم على القصة دي. بنت متعلقة بالروبوت بتاعها، بيتكلم وهي بيرد عليها، وبيتكلم وهي بيرد عليها، هي متعلقه عليها مع الروبوت ده، من هي في بلد اجنبيه يعني. وبعدين طلبت ان يحصل له، وتعلمت برمجه، عندها 13 سنه على فكره، وهي حاليا يعني قولي سنه ونص، 14 ونص، وتعلمت الروبوت علشان البرمجه، علشان تحط فيه برامج اكثر تحديثا ويكلمها ويرد عليها. تعلقت معاه، هي الحاجه الوحيده. وبقى ايه بقى، كل فيلم ومسلسل عن الروبوتات وعن الانسان الالي، وازاي ان هو مش عارفه، من اول الراجل اللي لسه ممثل ميت قريب دوت، كان عامل حاجه على الروبوت ومش عارفه ايه، لحد اخر حاجه كله بتحكي عنه. هي مرتبطه وحاطه صوره ذهنيه انها بتحب. لما سالتها سؤال ليه، قالت لي علشان بشوفهم حنينين. قلت لها يعني، قالت لي اه ممكن يبقى في تقدم بعد كده ونتجوز من الروبوتات. في 13 سنه كانت بتكلمني، 13 سنه. ما اقول انا عايزه انيس للروبوت، عايزين بشر يعني، مش عايزين روبوتات، احنا عايزين بشر يا جماعه، حد يحب ويحب بجد ويحتوي ويطبطب ويتفهم. وتقول لك لا، احنا بنبكي على الناس اللي ماتوا ممكن عشان هم كانوا حنونين معانا، علشان هم كانوا كويسين معانا. فانت بتبكي لحالك قبل ما بتبكي لفقد الشخص بالذكريات الحلوه اللي صنعها معاكي. فموضوع ان انا بعزف عن الزواج، لا ما تعزفيش وما تبعدوش، سيبكم من الناس اللي بتقول صور سلبيه، بس اختاروا صح. لو اخترتوا صح اضمن لكم حياه صح. ما فيش حاجه اسمها يعني مش هيحصل، مش لازم في مشاكل، بس ازاي نعالجها، ونعالجها بحب، ونعالجها بحاجه جميله، ونعالجها بفرحه حقيقيه، يعني بفرحة حقيقية للموضوع ده. وفي الأول وفي الآخر يعني أنا بدعو الله سبحانه وتعالى أن ربنا يعني يكرم في الموضوع ده بخير، يكرم فيه بتطبط قلب، يكرم فيه أنك تحس فعلا
ليكي توأم روح. صعب نعيش من غير توأم الروح على فكرة، صعب جدا. في أسئلة عندنا؟ ها سؤال ايه؟ خطيبي بيكلمني في حاجات وحشة. خطيبي بيكلمني في حاجات وحشة، اسمها ايه؟ راجية الفردوس. راجية الفردوس. خطيبي بيكلمني في حاجات وحشة وبيغصب عليا اتكلم في كده، بس انا برفض. وبيغصب عليها تتكلم في الحاجات الوحشة دي، وهي لما بترفض بيتضايق وبيزعل، فهي بتقول لا. اوكي. لما بترفض بيتضايق ويزعل، بتقول لها لا ولا لا. فاضل قد ايه على الجواز يا راجية الفردوس؟ عشان يقولوا له اسرع، ما تستجيبيش معاه. الحاجات الوحشة في مرحلة ده يوتيوب ولا انستا؟ يوتيوب. بص يا حبيبتي، إيه الفكرة؟ انا اللي بتاع مش محدثية عشان كده. تمام. خليني اقولك على حاجة في العلاقات الغلط في مرحلة الخطوبة. العلاقات الغلط في مرحلة الخطوبة بتبقى مؤذية. ليه؟ لان انا معرفش النصيب فين. وخلي بالكوا يا بنات، احنا انت ما تعرفيش النصيب فين، هيكمل معاك ولا. الخطوبه ما هي الا وعد بالزواج. اي كده، عامله ايه؟ وحشتيني، انت فين؟ قاعده فين؟ قاعده ولا نايمه؟ انا بقول لكم اهو التدريج، اهو اسمعوا مني، انا مش هخوض قوي زيهم. قاعده ولا نايمه؟ نايمه ازاي؟ نايمه على ظهرك ولا مش عارفه ايه؟ طيب لابسه ايه؟ بس هي دي البدايه. انا نفسي اشوفك كده، انا جايب لك طقم هديه، وهو خاطب يعني وبيجهز في الجواز وكل حاجه، بس ما حدش دوم، ما حدش عارف. الخطأ في تعدي العلاقة في مرحلة الخطوبة يغضب الله سبحانه وتعالى. وانت عايزة رضا ربنا ليه؟ عشان يبارك لك في الجواز. اوعي تبدأي جوازك بمعصية. اوعي خطيبك يقولك على وتستجيبي معاه. قولي له بص، انا هقولك على حاجة، انا جوايا ضعف اللي جواك الاف مؤلفة، وبعد العقد سأقر عينك وهقولك كده. قولي له كده باللفظ كده عشان يسمع، يعرف انك سمعتي. هلا سمير، هقر عينك بما لا عين رأت ولا اذن سمعت، ولا هيخطر عليك ابدا اللي انا هعمله. لكن خلينا نرضي ربنا سبحانه وتعالى. والله ما بداخلك زي اللي جوايا واكتر، بس انا لا اقدر اصرح ولا اقدر اقول الله عز وجل ولا كذا. والله اغلى عني من كل الناس، فانا مرضي ربنا هيخلي قلبك يرضى عني. إيه الامر ده؟ انت تكوني صريحه فيه وواضحه. انا عارفه ان البنات بتضعف، وخصوصا في موضوع المشاعر، خصوصا لو قال كلمه وبتاع تلاقي رفرفتي بقى ومش عارفه ايه. لا، اثبتي وثبتيه وفهميه ان هو لا، تمام، وان انا مش هعمل الكلام ده الا بعد البناء. اسرع اسرع، تخليه بيبص بيفحط بايده واسنانه وكده، يعني مش تصد انت كذا وانت كذا ومصبتك صدى اللي كذا اللي كذا اللي مش عارف. والله لا اقول لابويا عليك واعمل وسط. ما تزعلش، طيب بخاطره، لان هو برضو عافف نفسه والحمد لله دخل من بابه وخاطب وبيجهز في شقته وبتاع. قول له اسرع، نسرع في موضوع، مش شرط كل حاجه، مش شرط الربع مليون والنص مليون في القايمه يا بشر، خطيطه على الشباب وبالراحه. وقول لي يجي ده طالما ثقه ومؤتمن، طالما راجل طيب. وفي نفس الوقت اوعى تستجيب لابسه ايه دي. انتوا عارفين ايه اللي بيحصل بعدها. بيحصل بعدها بلاوي سودا بيحصل بعدها بلاوي سودا وسكرينات ونيله وفيديوهات، وخلصنا اللي فوق بلاوي سودا. مش عايزين نتكلم. لا، وانت ذات نفسك هتكرهي نفسك لو عملتي كده، صدقوني هتكرهي نفسك لو عملتي كده. الفكره في الاول وفي الاخر ان الله سبحانه وتعالى يعني بيرضى عن العبد طالما العبد ماشي في رضا ربنا. يبقى الجوازه مباركه والزوج. وهو ذاتنا زعل، وانا عارفه بس من جواه اقول انا عارفه انك ممكن، عارف انك بس ما تنكريش الامر. يعني لا يقول لك ده واحده بارده، ده واحده مش مستقل. لا، قول له لا، انا جوايا ضعف الاف مرات اللي جواك، بس انا مش حابه اعمل الحرام. مهم جدا النقطه دي يا بنات. في سؤال تاني ممكن ناخده من على الانستا. ادعي لي يا دكتوره بالذريه الصالحه، يا رب يا ريهام يرزق بالذريه الصالحه انت وكل بنات. عايزه اقول لكم ان كان في خبر جميل جدا من ضمن، انا كنت عامله لسه كده للبنات العساسين اللي كانوا طالبين مني الزوجات انهم يخلفوا يعني كده. سبحان الله، بتاع حوالي نص الليستة ربنا استجاب وخلفوا الحمد لله رب العالمين. ادعي باسم الله الوهاب، وندعي كل الناس اللي على اللايف هنا وهنا، يدعوا لها الرهان يا رب يرزقك بذريه الصالحه. اللهم امين. كل اللي هو عايز، اللهم امين. الرد، والدتي تعبت جدا جدا، احنا بيت ملتزم. طب انا مش عارف انتوا بيت ملتزم عشان ايه؟ ها ارجو الرد عن ايه؟ طيب يا ايه محمد، معلش اكتبي لي تاني فين، انا عشان ادور عليكي مش هلاقي ايه. طيب ايه يوسف، ازاي حضرتك؟ انا عمري 15 سنه، نفسي البس الخمار وعايزه افتح اهلي بطريقه هتجمعي. ايوه، افتح الاهل على طول. تبقى الطرح الجميله، الطويله الحلوه كده، يبقى فيها سباط الخمار، الدرسات العساسين الفساتين التحفه الجميله.
اللي برضو واسعه وفضفاضه وفيها الصفات، وقولي لهم بصوا انا ده انا هبقى بنت صالحه، ده انا كذا، بس البس الخمار وبالراحه معاهم ان شاء الله. مفيش اب وام يعني يعني هيرضوا، او بالعكس ده بيفرحوا، ده سويين يعني. لو هو اب وام سويين هيفرحوا ان بنتهم بتلبس الحجاب. انا مش عارفه ايه اللي جرى في الدنيا والله. طيب عندنا من الانستا ناخد دي بالزوج الصالح، يا رب يا حبيبه ويا خديجه ويا كوثر ويا كل اللي قالوا، يا رب يا رب ارزقكم بالازواج الصالحين، التقي النقي الصالح الرباني القراني الرومانسي بقى، الرومانسي بقى الحلو ذو العربيه والاهل طيبين. كده يعني. انا من طنطا، ارجو الدعاء، ربنا يبارك فيكم يا رب وكل اهلنا من طنطا. انا نيفان، بريد المشاركه ارجوك دكتوره، برنامج بيوت منوره وبرنامج زوم. طيب انا ان شاء الله باذن الله احتمال يكون في زوم، اكيد في كل اسبوع بيبقى في زوم، هبقى احط لكم بعد كده الرابط بتاع الزوم عشان نخش نقفل على اللايف على اليوتيوب او الفيس، ونخش بقى نهزر على الزوم ونعيش حياتنا بقى ونتكلم ونعيش حياتنا. طيب خلينا ناخد سؤال تاني من الاسئله اللي معانا. السلام عليكم يا دكتوره، زوجي دفع رشوه ثم ندم وطلب من المرتشي يرجع النقاط، ماذا افعل؟ هل اعيش معه ولا كذا؟ اسالي دار الافتاء. طالما ندم، لو سمحت يا دكتوره، عندي ابني في رابعه ابتدائي، علاقتي بيه اصبحت متدمره وانا مش عارفه اتعامل معاه ازاي. ليه؟ هو عنيد جدا وحركته سريعه ومضطرب، هو كويس في الدراسه بس انا بتعصب عليه، بحاول استوعبه. لا هو حركته سريعه، الاول بعمل اي دي اتش دي الاختبار، بشوف هل في فرط حركه ولا لا، ولو في فرط حركه وفي علاج بيتاخد العلاج. فرط الحركه من الحاجات والامراض السلوكيه اللي بتمتد معاكي على سنين، ملهاش علاج ولكن بيبقى ملهاش يعني شفاء من الامر، ولكن في علاج وخطوات لتفريغ السلوك. لو ما عندوش يبقى خلاص طبيعه المرحله، ولده بيجري وبيعمل ما نجري ونعمل، لكن هو مش بيسمع كلام. ليه؟ طريقتك في ان القاء الامر صعبه ولا سهله؟ طريقتك في الاولان حلوه ولا لا؟ بتدي له امر ولا لا فهو بيعمل نفس الكلام، فلازم خلي بالك من الكلام ده. طريقه الالقاء، ارجع لحلقات التربيه، عندنا اكتر من 500 حلقه على اليوتيوب عن التربيه، ارجع لحلقات التربيه. دكتوره نرمين بتقول، انا طول الوقت يا حزينه وبعيط يا متوتره يا قلقانه، بالاضافه للخوف، ان كنت كلمت حضرتك قبل كده، اللي بيوصل للاغماء. ليه انا عايز اعرف دلوقتي انت ليه متوتره وقلقانه؟ في سبب. ورقه وقلم وبقسم، بيحصل لي كذا الموقف ده، ايه سببه؟ كان خوف. كان سببه ايه؟ كان ايه السبب بتاع الخوف؟ طب الموقف ده كان سبب ايه؟ ها الحاجات دي مهمه جدا، اعرف سبب الامر ده. الزعيق، بصوتهم عالي عليا، ما عنديش ثقه، فببقى خايف من رد الفعل ان هم مثلا يعملوا كذا وكذا، اهلا وسهلا، بيعملوا معايا مش عارفه ايه، فلا لا لا فانتوا اللي منورين غير حاجه. فطبعا في الاول وفي الاخر لازم اعرف السبب عشان يزعلوا، فالسبب بطل، بنمنع العرض اللي هو القلق او الخوف ده عرض، بالسبب الاساسي اللي هو المرض سببه ايه، فلما امنع الامر الدنيا بتبقى تمام. دوت جزئيه. الجزئيه الثانيه، بيغمى عليا. طيب اولا هو يعني لو وصل حالات لاغماء، الاول لازم اعمل اشعه وبتابع مع دكتور نفسي مخ واعصاب، لو هي سليم، الامر طبي سليم ومفيش اي حاجه ومفيش مرض ومفيش كذا، فالامر نفسي، فلو نفسي زي ما بكلمك كده، ايه السبب؟ طيب كان يستدعي، طب بسبب شخص، طب بنمنع الشخص، طب طريقه التعامل، اصل الطريقه كانت كذا، لا كانت في نفسي فزعلت فخفت، لا طب اعبر ازاي واعبر صح، كل الكلام ده موجود على اليوتيوب وكلمنا عنه قبل كده. دكتوره اتكلمي عن الزوجه اللي زوجها ماله بقى، يعني مش عارفه اللي زوجها ماله، اتكلمي عن الزوجه اللي زوجها مسافر في الغربه، بالله عليكي اتكلمنا كتير في بتاع 5 6 حلقات، لكن تعالي برده عشان يعني تكلفتي خاطر معانا وقلتي انا انت دلوقتي زوجك مسافر ماشي، بس في زي ما مش في انستا وفي بتاع وفي يوتيوب في زوم في كل الدنيا شغال، ما نفتح زوم 10 دقايق، انت بتيجي من الشغل الساعه 9، هتاكل من 9 ل 9:30 وانت بتاكل وبتحطها معاك، احنا معاك، السلام عليكم، عامل ايه، كذا حصل كذا في يومنا، ابنك كذا، انا كذا، السلام عليكم، مع السلامه، تصبح على الف مليون خير وسعاده يا حبيبي، مع السلامه. في معايشه يوميه لازم لكل عيل، وفي كلام ليكي، في يوم ملكي، يوم اسبوعي، يوم الملكي بتاعك انت وهو، نتكلم فيه مع بعض، بنعمل ان شاء الله تعملوا، قولوا اللي انتوا عايزينه، اليوم ملكي ده على الاقل، ده يوم الاجازه بتاعك نص ساعه معايا او تلت ساعه،
وعندنا اليوم الشهري بتاع العيله بنتجمع، والله كان كذا والفيدباك بتاعتنا كانت كذا والسلوكيات كانت كذا، يبقى انا ماشيه على العيله وماشيه على الايه، على اليوم. لكن تسيب الدنيا كده لا. يا كل زوج، يا كل زوج مسافر، يا كل زوج مسافر، من فضلك راجع زوجتك، راجع زوجتك، ما تسيبهمش، ما تقولش انا جاي وتعبان، انا في شغلي وكذا. لازم انت لو كنت في البيت ومعاها في قلب البيت في نفس البلده، انت بتعايش معاها، عيش، عيش زوجتك واولادك، وما تستقوش ولو 10 دقايق بس. الطفل اللي مش بيسمع الكلام عمره، يعني اكتبوا لي الاعمار علشان اعرف احدد انهي مرحله ونعرف نتعامل معاه ازاي. طيب خلينا ناخد السؤال من الأسئلة المتأخرة عندنا. السلام عليكم يا دكتورة، معلش أنا من غزة، متزوج من مصري، وحصل زعل بين أبويا وجوزي، وهو عندي حاليا، وزواجي بعد الزعل، وزوجي بعد الزعل والمشاكل، مش فايق حد من أهلي، وكل شوية ينكد ويمشي يروح الكلام لأبويا، وانت عايشة وأنا عايشة بالنار الاتنين، ليه تحطي نفسك بين الامرين؟ حصلت مشكله بين ابوك، يمكن عرفت الطيب الخاطر، طيب استنى اما النفوس تهدى شويه، والله ده ابويا كان بيقول عليك كذا، والله تروح له، والله ده زوجي كذا وكريمني، فمعلش عشان خاطري. وخليهم الا اذا كانت امور ماديه، الامور الماديه بيبقى صعب جدا الا اذا الحقوق رجعت لاصحابها، بس استني للامور تهدى وحاولي تاني شويه. يعني خليني اقول سعدت بيكم بالبث بتاع النهارده، كان نفسنا نتكلم على الغربه والمراهقين، لكن ان شاء الله نعمل لها بس تاني قريب باذن الله. كل اللي معانا كان معظمهم بنات، وانا سعيده جدا بتواجدي معاكم على هنا وعلى، ان شاء الله نبقى نفتح بعد كده لايف على التيك توك، وبعد كده نشوف الدنيا تمشي ازاي. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.